أهلا بكم إلى أنتم أونلاين. 25 من أيار تاريخ عز للبنان والوطن العربي وكل الأحرار في العالم، هو عيد المقاومة والتحرير وتاريخ دحر المحتل، وهو أبرز مواضيع حلقة اليوم التي تشاركني تقديمها الزميلة غادة سعد من الميادين نت. غادة أهلا بك. سنبدأ بحلقتنا هذه باستعادة للحظات سعادة لا تنسى حين خرج أهل لبنان إلى الحرية هاتفين باسم المقاومة. منشأت جريدة السفير التي غابت للأسف عن الصحافة اللبنانية، الجنوب يحرر الوطن، استسلام 1000 عميل واشتباك بين الفارين والإسرائيليين في المطلي، جيوب القليعة ومرجعيون وشقيف تتفكك، ومعتقلو الخيام خرجوا إلى الحرية. من بين الصور العديدة التي جرى تداولها على السوشيال ميديا بعد التحرير، هذه الصورة، وقال هذا الناشط على تويتر حينما هب الجنوب لكي يقاوم تحت هاشتاغ 20 عاما من الكرامة، عيد المقاومة والتحرير. ولم يكتفي الناس في لبنان باستعادة هذه الذكرى، غادة من الكويت وضع أحدهم: يا حبيبي يا جنوب، تحية مني لكل الشعب اللبناني. فيما غرد الدكتور رامي عبدو من غزة بالقول: 20 عاما على رحيل الاحتلال من جنوب لبنان، تضحيات جسيمة من أجل حرية كانت الأمال أن تترجم لوطن حر يحفظ كرامة أبنائه. 20 عاما انتهت فظاعات، لعب أعوان الاحتلال الدور الأكبر في ارتكابها. في الذكرى هل يستلهم العربي واللبناني العبر يحفظ لقيم الحرية معناها، بعيدا عن الوصاية؟ وهو عرض لفيديو مؤثر جدا، يعني لا يمكن تخطيه، هو فيديو تحرير الأسرى من معتقل الخيام. من رام الله أيضا هذه الناشطة تدعى هيلان شاركتنا صور للمواطنين وهم يحتفلون قبل 20 عاما بالتحرير، وقالت: أحد أيام الله، الجنوب يحرر الوطن، نصر 25 أيار. ايضا غادة، يعني التايم لاين اللبناني والعربي ضج بصور المقاومين، سواء من المقاومة الإسلامية التي حررت الجنوب في عام 2000 او من تاريخ طويل من المقاومين الذين بداوا بمجرد ما احتلال لبنان عام 82 بدات المقاومة. كتب يوسف شرف الدين: السلام على البداية، السلام على الشهداء، كل الشهداء الذين بنوا روح المقاومة. وأيضا وفاء حمزة كتبت: عيد المقاومة والتحرير جمول البداية، بين جمول أو جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية و25 أيار، زرع وعمر، نضال وأسر، ومواسم شهادة وتحرير ونصر. أيضا السلام على تويتر يستذكر الشهداء ويقول: الشهيد جورج قصابلي الأشرفية، الشهيد محمد مغنية تردب، الشهيد قاسم الحجيري عرسال، سطروا بدمائهم بيان انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. هكذا انطلقت المقاومة وهكذا انتصرت بتاريخ 16 أيلول 1982. يعني هذا التاريخ 16 أيلول سبتمبر هو الذي يؤرخ لانطلاق فعلا جبهة المقاومة، ليس فقط بالبيان وإنما بهذه العملية التي وحدت لبنان جغرافيا. غادة، نذكر هنا أن تردبة والشهيد محمد مغنية ربما يكون من أقارب الشهيد عماد مغنية ابن هذه القرية الجنوبية. أيضا هناك من استذكر فكرة أن المقاومة هي مزيج لشهداء، دماء شهداء لبنان من كل مكان. هناك من غرد بصورة لشارع الشهيد وائل نعيم من الشهداء في حلبة أقصى شمال لبنان، يقول أنه استشهد أثناء العملية البطولية ضد العدو الصهيوني في تلة أبو قمحة في حاصبية. وبالنسبة للبنانيين ربما لا يكتمل ذكر التحرير إلا بعودة كل الأسرى، وتذكر كثير منهم بدا واضحا تذكرهم لجورج إبراهيم عبد الله المسجون في فرنسا. أيضا كان لافتا أن الإعلام الإسرائيلي كان مهتم بمتابعة ذكرى تحرير الجنوب اللبناني. صحافي إسرائيلي أعاد تغريد وتداول فيديو نشرته المقاومة الإسلامية في لبنان، يتضمن هذا الفيديو مشاهد خاصة لبعض التدريبات النوعية بالذخيرة الحية في وحدة الرضوان. هذه الوحدة هي القوة الخاصة في حزب الله الموكلة بمهمة الدخول إلى شمال فلسطين المحتلة عند طلب القيادة. أيضا صحفي فلسطيني ضياء علي كتب عن غيظ الإسرائيليين من ذكرى 20 للاندحار والانسحاب من جنوب لبنان: اللي بتابع أعلام العدو هاليومين بشوف المرارة والألم والحزن والضعف والوهن والهزيمة والانكسار في عيون جنود وضباط وجنرالات العدو الإسرائيلي من اللي شافوه في لبنان، بشوف ضربات المقاومة اللي قصمت ظهورهم، بشوف دم الشهداء اللي سقى أرض الجنوب وما راح خسارة. يعني نبقى في أجواء الحزن
الإسرائيلي. هناك من يحزن على تقديم نتنياهو أول رئيس وزراء للاحتلال خلال فترة حكمه أو يعني شغله لمنصبه الرسمي يقدم للمحاكمة. هذا الفيديو من الميادين جو. الذي كان نتنياهو داخل المحكمة يتعرض للاستجواب، كان هناك العديد المئات في الشارع يتظاهرون ضد نتنياهو. هذه الناشطة تقول في الوقت الذي كان نتنياهو في الداخل نحو 1000 شخص ضد نتنياهو اعتصم في الخارج. نشاهد بعضا من المشاهد الذي جرى تداوله على السوشيال ميديا للاحتجاجات. كلير على موقع تويتر وهي تسكن في بريطانيا تقول هذه الناشطة: بطريقة موضوعية بحتة لعب اليمينيون المتطرفون أمثال نتنياهو وترامب عائقا في تخريب الديمقراطية ورسم عداوة مع وسائل الإعلام. صفحة ريفولوشن عفوا لا تفتح الصفحة فتحت أوكي تقول: الأمر يزداد سوءا مع إسرائيل، نتنياهو والآن بني جانتس كلاهما من مجرمي الحرب، كلاهما معادون للفلسطينيين، يجب على الولايات المتحدة أن توقف المساعدة العسكرية لإسرائيل على الفور قبل أن يقع المزيد من الفلسطينيين الأبرياء ضحايا لهؤلاء المجرمين. يعني هذه الأمنيات لا تتحقق. يعني أقر قبل أيام قليلة مساعدات بمليارات الدولارات الأمريكية لإسرائيل برغم الوضع الاقتصادي الخانق في الولايات المتحدة بسبب كورونا. كتب أحدهم أيضا منتقدا نتنياهو أن يا للعار، نتنياهو أراد أن ينهي حكمه بصفته حامي إسرائيل، ولكن بدلا من ذلك سيتم تذكره دائما كأول رئيس وزراء يذهب إلى المحكمة بتهم فساد خطيرة أثناء وجوده في منصبه الرسمي. من محاكمة نتنياهو إلى موضوع يشغل العالم والإعلام العالمي يتعلق بوصول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا، الموضوع لا يزال يلقى العديد من ردود الفعل على السوشيال ميديا. واليوم تحت هاشتاغ تعيش الأخوة بين إيران وفنزويلا، تحت هذا الهاشتاغ غرد الناشطون، كان هناك تغريدة مهمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على تويتر يقول فيها: يجلب لنا نهاية شهر رمضان ووصول سفينة فورتشن، وهي علامة على تضامن الشعب الإسلامي الإيراني مع فنزويلا. في الأوقات التي تسعى فيها الإمبراطورية المتفوقة إلى فرض حكمها بالقوة، فقط أخوة الشعوب الحرة هي التي ستنقذنا. العديد من التعليقات جاءت على تغريدة الرئيس مادورو، من بينها هذا الشاب يشارك هذه الصورة المعبرة التي تظهر قوة التحالف بين إيران وفنزويلا على الرغم من التهديدات والعقوبات التي تفرضها أمريكا على كلا البلدين. أيضا في هذه التغريدة تقول: بفضل قائدنا قام الرئيس بتأسيس وتعزيز علاقات الصداقة التي نحصد اليوم ثمارها، هذا رئيسي للشعب الفنزويلي، استمر بالقيام بهذه المهام. يعني التغريد حول هذا الموضوع مستمر وليس فقط من فنزويلا، ولكن كتب هذا الشخص برونو أن هذه صور فنزويلا التي تنأى بنفسها عن أمريكا اللاتينية
لأنها أدارت لها ظهرها، يعني تمد جسور التعاون مع إيران من قارة أخرى، فيما يقول رودريغيز أن هذا اليوم سيسجل في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ العلاقة بين إيران وفنزويلا، وهو يعبر عن حرية الشعوب في تقرير مصيرها، السيادة والصداقة والتعاون. شكرا إيران، وهو يستذكر صورة للقاء الرئيس السابق أو لزيارة الرئيس السابق الفنزويلي السابق هيوغو تشافيز إلى إيران. ليس فقط الفنزويليين وأيضا الشعب الإيراني، ليس هم فقط من تفاعلوا حول هذا الموضوع، وإنما هذه الشابة من باكستان تقول لست من فنزويلا ولا من إيران، ما زلت أشعر بالسعادة لرؤية هذا المشهد، تعيش الأخوة بين فنزويلا وإيران، تحية لكلا الدولتين على تحديهما للولايات المتحدة. يعني يجمع الشعوب كره الولايات المتحدة كثيرا أكثر من خلافات فيما بينها. بهذا غدا نصل إلى ختام الفقرة أو الجزء الأول من حلقتنا، نعود لمتابعة المزيد في أنتم أونلاين بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا إلى أنتم أونلاين. اليوم سننتقل إلى مصر التي يحتل الجدال حول كورونا فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أن آخر الأخبار ليست جيدة أبدا، يعني إصابة الفنانة الكبيرة والقديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا يعني استدعت الكثير من ردود الفعل التي تتمنى لها السلامة، وأيضا ردود فعل غاضبة بسبب وفاة طبيبين مصريين فقط خلال أيام العيد بسبب الإهمال الطبي. بعد الكثير من الأخذ والرد، الفنانة رجاء الجداوي أنشأت حساب تويتر خصيصا لتقول فيه: يا جماعة أنا بخير، هي محنة وحتعدي إن شاء الله، محتاجة تدعو لي، ربنا يشفيني. أيضا في سياق التغريدات حول الموضوع المصري، سالي تقول: كلنا رجاء يا حكومة في الوقت اللي 2 أطباء بالأكثر لما يجدا مكانا في مستشفى وماتوا هؤلاء الأطباء، وقالت أن طبيب لم يجد سيارة إسعاف تنقله ومات، وفضلا عن ممرضين أيضا فيها تعرضوا لهذا الموقف. وفي تغريدة لإسلام يقول فيها: ربنا يشفي الفنانة رجاء الجداوي طبعا، لكن اللي حصل معبر جدا على الانحيازات الطبقية الواضحة للسلطة، في حين أن الكثير من المواطنين العاديين محرومين من حقهم الطبيعي. الطبقية في أوضح صورها تظهر الانحياز الكامل لفئات تملك العلاقات والنفوذ على حساب الملايين من المواطنين. للأسف يعني غادة، نحن اخترنا بعض التغريدات، ولكن في الحقيقة هناك الكثير في مصر، الملايين مستخدمي تويتر، وهناك دعوات لإضراب الأطباء. يعني تخيل أن يعني يكون هناك إضراباً للأطباء في أزمة مثل أزمة كورونا. كتب أيمن: إضراب الأطباء لما دكتور يتصاب وهو بيأدي عمله وبيعالج الناس ويتصاب من شغله ويتحايل على الوزارة أنها تعمل له حتى مسحة، والوزارة تماطل لحد ما يموت، وهو يذكر دكتور وليد يحيى الله يرحمك، وهو دكتور ابنه عمره 7 أشهر فقط، تدهورت حالته كثيراً خلال 3 أيام بحسب ما يروى على وسائل التواصل الاجتماعي. وثمة من اتهم الحكومة بأنها حكومة فاشلة. الفقيد الثاني من بين الأطباء في يوم العيد هو دكتور محمد الجابري، نتيجة إصابته بكورونا أثناء معالجته لمرضى الوباء. حرام الناس دي تموت، وهو يدعو نقيب أطباء مصر إلى الاستقالة، أحسن ما تكمل وانت مش عارف تحمي ولاد بلدك. طبعا الرحمة لجميع المتوفين بهذا الفيروس، ودعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين. أيضا من بين التعليقات التي وردت على السوشيال ميديا، هناك مناشدات. إرسلان مثلا يقول: نطالب بتوفير كل الإمكانيات المادية للأطباء بدءا من المستلزمات الطبية، نهاية إلى تحسين تدني الأجور، حماية أطباء وزارة الصحة، خاصة حماية لكل مصر بمعنى الكلمة، الآن هم خط الدفاع الأول والأخير ضد فيروس كورونا. من مصر التي تعاني أوضاعا تتفاقم أوضاع الكورونا فيها إلى البرازيل. البرازيل وصلت إلى نقطة الخطر، هي ثاني دولة في العالم اليوم بعدد الإصابات. كتب فرحان العنزي: الوفيات في البرازيل تتخطى 22,000 وفاة حتى هذه اللحظة. وينقل عن رويترز أنه سجلت 653 حالة وفاة في البرازيل لتصبح لتخطى العدد 22,000. وأيضا كتب أن المعارضة البرازيلية
البرازيلية تطلق لقب القاتل المتسلسل على الرئيس جاير بولسونارو اعتراضا على سياساته العنجهية بعدم فرض حظر تجول في البلاد. لم يكتفي بذلك فقط، بل خرج بين الناس ليحتفل بين مناصريه من دون ارتداء كمامة. نشاهد هذا الفيديو الذي أعده الزملاء في الميادين جو. تعرض الرئيس البرازيلي للكثير من الانتقادات بسبب ما قام به واستخفافه بالإجراءات الوقائية. تحت هذه الصفحة على تويتر تقول: إبادة جماعية في البرازيل، بولسونارو يتجول اليوم في برازيليا بدون قناع أمام معجبيه الانتحاريين. وهذه الصفحة وصفت الناس بالانتحاريين. عليه الاستعداد لتحمل إنكار كورونا وتحمل العواقب حتى لو كلفه الأمر حياته. هذه التغريدة الثانية لي حليمة تقول فيها: أصبحت البرازيل ثاني أكثر دولة فيها عدد إصابات، وعي الشعب اللي بجد كورونا في العالم، إلا أن الرئيس البرازيلي مصر على عدم احترام التباعد الاجتماعي وخرج لتناول الهوت دوغ مع أنصاره بضواحي العاصمة. يعني هناك حالة من الغضب الشعبي على الرئيس، يعني وصف متابعيه بالانتحاريين في ظل تفشي الإصابة بالفيروس بهذا الشكل، يعني لا يبدو أمرا مستغربا، ولا سيما أن هناك تداول كبير لصور المقابر الجماعية التي تحفر يوميا في البرازيل. يعني هناك معلومات تتحدث عن حالة وفاة كل 10 دقائق. هذه الصور يعني أقل ما يقال فيها أنها تكسر القلب، ولا سيما أن من يتوفى بفيروس كورونا لا يرافقه أحد في رحلته الأخيرة إلى المقبرة. يعني هذا أمر مرعب فعلا للأسف. ليس فقط الرئيس البرازيلي من يتعرض للانتقادات الحادة، وإنما أيضا رئيس الوزراء بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، يتعرض لانتقادات، ولكن هذه المرة بسبب مستشاره. المواطنون البريطانيون يطالبون جونسون بإقالة مستشاره دومينيك كامينغز بسبب مزاعم بأنه لم يلتزم بإجراءات الإغلاق، قام بالسفر من منطقة إلى منطقة داخل المملكة المتحدة دون الالتزام بالإجراءات المفروضة بالتزام المنازل، فضلا عن أن هناك عوارض تظهر على زوجته بأنها قد تكون مصابة بفيروس كورونا، ولكن على الرغم من ذلك سافر هو وزوجته إلى منطقة أخرى داخل بريطانيا. تحت هذا في هذا الإطار غرد الناشطون العضو في البرلمان البريطاني داون باتلر تقول: الشيء المحزن هو أنه مات الأحباء، ونحاول القيام بأفضل ما نستطيع. أن الخرق الصارخ للقواعد من قبل كامينغز هو صفعة على الوجه. هو يبرر هذا الخرق بأنه اضطر لزيارة ابنه المصاب بالتوحد، ولكن الرد عليه كان من أحد المواطنين: كلا طفلي لديهما مرض التوحد، وأنا أيضا مصاب بالتوحد، عائلتي مثل الكثير من العائلات واجهت صعوبات كبيرة في الإغلاق. المدافعون عن المستشار ممن يحاولون استخدام التوحد لدى ابنه كعذر ليسوا فقط مثيرين للشفقة، بل هم يعني يتعمدون إهانة الناس. تغريدة أخرى تقول فيها دكتور كيلي: لماذا علي أن ألتزم بالقوانين بينما من في السلطة لا يقومون بذلك؟ وأخيرا هناك من نشر منشات صحيفة ديلي ميل البريطانية التي سألت في صفحتها الرئيسية: أين يعيش بوريس جونسون ومستشاره؟ إلى نيوزيلندا ومع رئيسة وزراء نيوزيلندا. كان الفكرة الموضوع أنها كانت تقوم بإجراء مقابلة تبث مباشرة على الهواء، ولكن ضرب زلزال بقوة 5.8 المنطقة في نيوزيلندا. نشاهد كيف كانت ردة فعلها على الهواء في هذا الفيديو. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a
quite a decent shake here, but if you see things moving behind me, the beehive moves a little more than most. Yep, no, it's just stopped. No, we're fine, Ryan. I'm not under any hanging lights. I look like I'm in a structurally sound sound place. يعني ردة الفعل هذه خلقت تغريدات صحيح. كثيرة ثمة من وصفها بأنها ربما تكون أكثر زعيم وطني رائع أو هادئ، لأن ردة فعلها مطمئنة، والأمر لم يقتصر على نيوزيلندا، تعدى إلى خارج الحدود وإلى بريطانيا بالتحديد. ثمة من كتب أنه في أحلامي يمكننا أن نقنع جاسيندا أردن أن تتبنى بريطانيا كمشروع لها وأن تقوم بكل ما يلزم، لذلك نحن فعلا بحاجة إلى شخص ناضج ليقود الأمور هنا. وجاسيندا بالمناسبة تحظى بالكثير من الإعجاب والثناء على إدارتها للعديد من الأزمات في بلادها منذ الحادث الإرهابي قبل نحو عام، ومرورا بكورونا والآن هذا الزلزال. صحيح. بولا على تويتر تقول أنا معجبة بهذه المرأة كثيرا، إنها محترمة ونزيهة، تجعل من بعض القادة يشعرون بالخجل من أنفسهم، خاصة في السياق الحالي للمملكة المتحدة. يعني تقارن دائما قيادتها بقيادة زعماء كجونسون وترامب. صحيح. منها إلى فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق قرر فجأة أن يقول أنه ربما يكون مسؤولا جزئيا عما يحدث الآن في فرنسا من يعني تفشي للمرض. ثمة من كتب أن هذه كلمات نادرة جدا في السياسة، ويعني الأمر لاقى الكثير من الأخذ والرد على وسائل التواصل الاجتماعي. فرانسوا غولي يقول على تويتر: هذه كلمات نادرة للغاية في السياسة، وهي ضرورية للتوفيق بين الفرنسيين وقادتهم. يجب على البعض أن يأخذوا مثالا على ما قاله فرانسوا هولاند في خلال إدارة هذه الأزمة. أليكس أيضا يقول: أحببت حقا ما قاله فرانسوا هولاند هذا الصباح، من النادر أن يعترف سياسي بأخطائه ويعترف بشكوكه حول مسؤوليته. طبعا غدا بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أنتم أونلاين. نذكر مشاهدينا بالسوشيال ميديا التفاعل أيضا تحت هاشتاغ أنتم أونلاين على فيسبوك وتويتر وإنستغرام. شكرا جزيلا لك غدا، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم في حلقة جديدة من أنتم أونلاين. إلى اللقاء.